سمعت عايز طلب شهادة بتاع أمان. طبعا كلنا عارفين ان في الشهادة الجديدة اللي اطلقها اربع بنوك شغالين فيها اللي هي شهادة امان المصريين. الشهادة دي يعني اول مرة ينزل في البنوك شهادة بتغطي جنبين. دايما كانت الشهادات اللي بتنزل كلها شهادات بتتركز على سعر الفايدة. الميزة الجديدة اللي في الشهادة اللي معانا انها بتعمل تغطية تأمينية لصاحب الشهادة، ان لا قدر الله لو حصل حالة وفاة انه بيصرف مبلغ تأمين ممكن يتصرف مرة واحدة وممكن يتصرف في صورة معاش شهري للورثة. وكمان الميزة فيها ان سعرها صغير، مش ما بتعملش لود على المشتري، يعني هي بتبدأ ب 500 جنيه ومضاعفاتها والحد الاقصى ليها 2500 جنيه. فطبعا المبلغ مش مؤثر قوي على الناس اللي بتشتري الشهادات دي، ان مش لازم العميل يبقى له حساب عندي في البنك اساسا، يعني انا بفتح له حساب ذو طبيعه خاصه وده ما بيستغرقش وقت في فتح الحساب. والمبالغ اللي هم بيحطوها زي ما قلنا قبل كده انها مبالغ مش كبيره، لا لازم حضور العميل للفرع، ولان في داتا بناخدها منه لفتح الحساب بيوقع عليه العميل عشان نفتح له حساب ونضيف له فيه الفايده، او بنديله الكارت البري بايد ونضيف له عليه الفايده اللي هيصرفها. اللي سنه اكبر من ال 59، يعني 59 وشهر وشهرين الحاجات دي، فدول ممكن يعني دول خارج النطاق بتاع شراء الشهاده. الشهاده دي من الشهادات اللي فعلا يعني حققت الغرض منها، اللي هي ان الناس بتصرف عائد ممكن يعني بيزود من دخلها، بتدي راحه نفسيه للانسان نفسه، وده بيخليه يشتغل وهو بيخف الضغوط اللي عليه.